أنا أعلم، أنا بناقش حضرتك وأنا أعلم يقيناً بالمشاكل المزمنة اللي عندنا، ويعني أعتقد أنه أي حد شايف المشهد مش معقولة يحكم على المشهد دلوقتي من غير ما يبقى فيه عنده خلفية لمشاكل كتيرة في السنوات اللي فاتت، زي ما حضرتك قلت على الكثافة، كثافة العددية في الفصول. مشكلة المعلم سيادة الوزير، فكرة المتطوع هل تم تطبيقها؟ والله بصي، ان احنا برضو موضوع المعلمين مش يعني نكلمك بطريقة واضحة جدا. احنا في ناس كثير بتتكلم على طب كليات التربية ما بتخدموش من كليات التربية وبتعملوا التطوع والحسنة. احنا باب التعيين بتاع زمان في الحكومة تم إغلاقه الجهاز الإداري للدولة، فإحنا ما عندناش درجات وظيفية ولا موازنات خاصة بها لتعيين أي حد سواء كليات تربية أو خلافه. دي مشكلة. ده اللي كان حضرتك على الوضع الناس كلها عارفة. إحنا نحبب ما علينا ويسعدنا جدا ناخد الناس المؤهلة من أساتذة كلية التربية طبعا ويتعينوا عندنا لو كان عندنا هذه الصلاحية. احنا ما عندناش الصلاحيه دي، وطبعا في جهاز التنظيم والاداره يسال في هذا والدوله تسال في هذا، فده شيء مش جديد والكتاب كتير عارفينه. ومع ذلك بيسالونا هذا السؤال. احنا ما فيش في ايدينا مشكله في التنظيم والاداره، فاحنا بنحاول نجد موارد من خارج الموازنه، لان زي ما قلت ما فيش درجات وظيفيه بهذا المسمى. مش هنقدر نعين حد ونثبته.